أهلين. أهلين صلاة. مرحبا برضا. الله الله يخلينا برضا. الله يرضى عليك. وين الشاي سيد راسي؟ وين الشاي؟ شاي أبو ياسين. بيت أهلين أبو نجيب. الله يخلينا أبو ياسين. حمرا مريانة البناتورة. جيت في وقتك ها. الله يخلينا برضا. هات أشوف سيد راسي. حماتك بتحبها. الله يخليك يا رب. الله يخليك حماتك. شو بنا دلعا؟ لك شو ها؟ قلت لك افرد ايدك بالسكر شوي، افردها شبك بخيل. شو ما عجبتك حلاوتها؟ لك دلعا كثير، حط سيدي راسي حط. راسي. تكرم ذقنك وشواربك، هي معلقة، هي تنتين، وهي نص معلقة كمان. الله يسلم والدي، ورجيها شوف هلا شوفها. اها. ايه ها يعني عليك يا برضا، من اول سيدي راسي من اول. ان شاء الله صحة وهنا. على قلبك سيدي راسي. بدي اسألك سؤال يا برضا. خير ابن جي. هلا انت كل يوم المساء نام لحالها؟ ايه بنام لحالي، انا ومين بدي نام لك؟ يعني وصار لك لهالحالة من وقت ما توفت المرحومة حرمتها؟ من وقت ما توفت المرحومة حرمتي. يعني ما بتتوسوس في الليل؟ ما بتخاف يعني؟ ومن شو بدي توسوس؟ يعني مين شي جني؟ شي حدا يطلع لك؟ شو بعرفني؟ لك شو جني وما جني يا ابو نجي؟ انت دربس هالباب، اول ما بتحط راسك على المخده اقرا المعوذات بتنام مرتاح. طيب ابو رضا شو رايك يعني من هلا وطالع تصير يا تنام عندي انت يا انا نام عندك، يا بيتي يا بيتك، شو رايك؟ الله يخلي لي اياك يا ابو نجيب، انا هيك كثير مبسوط ومرتاح. الله يسامحك الله يسامحك يا ابو رضا. عبر الريان يا البلدورة. السلام عليكم. علي ابن نجيب خود هدول. فارد عرس سويس. مرحبا يا حبيب. اهلا ابن نجيب، شو رايك سوسات اليوم يمزعوا العالم؟ يخلي لي اياك ان شاء الله. ما جاي هنا سيد راشد بدي اسالك سؤال. اسالني. انت مجوز العزابي؟ لا عزابي. يا عيني عليك عز الطلب. اللي شوفي شو رأيك بعد ما تخلص وتنفي المسيحيات تجي لعندي على البيت، بنتسلى وبنحكي حكايا وبنتسولى وبنتعشى بنام عندي بالبيت، شو رأيك؟ شو ها؟ لا ما بقدر نام، شنو أمي وأبي اختياري وما في غيري يساعدني. الله يسامحك الله يسامحك، هلا هيك صار؟ شو ساوي؟ شو انت بعين الله؟ الله يعطيك العافية، سهر روح. برد عرس سويس عزاز وحلاوة يا طويل. وأنت اللي بارد عمرك شو سليم. خالو 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 خالو، هلا انا مو مرته لصفوان يا الله. طبعا يا حبيبتي انت مرته على سنه الله ورسوله. ايه، والبنت لما بتتجوز ما بتحبل وتجيب ببو؟ طبعا خالو طبعا. طيب انا ليش هلا ما صار عندي ببو؟ بدريه يا بدريه، تعي خالو تعي اقعدي عندي شوي. تأمر يا بيت. هذا صفوان ما عاد اجى لهون؟ لا والله يا بيك، من يوم ما خطب سلمى لا بين ولا اجى. على كل حال هلا انا مسافر على بيروت، وبس ارجع ابقي ذكريني لحتى اعرف شو قصته. الله يرضى عليك يا بدريه، ديري بالك على سلمى بغيابي، وهلا خديها لجوا وفهمي منها ليش زعلانه. بعدين يعني انتو نسوان بين بعضكم، فهميها شو بيصير بين الرجال ومرته وقصه الحبل والولاده هيك شيء. مسكينه مو عرفانه الله وين حاططها. تأمر يا بيك. يلا حبيبتي قومي ماما بدي ببو. قومي ماما انا هلا بدي ببو. شو حبيبتي زعلانة؟ لا حول ولا قوة.